وايه اسرار وخبايا فرخ الحمام، وازاي تفرخ زغليل بصحه كويسه وباحجام كويسه وبدون اي مشاكل، وازاي تفرخ انتاج مكثف. هنعرف حاجات كتير ان شاء الله في سلسله الفيديوهات ديت هتعجبك جدا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو مريم التونسي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من سلسلة فيديوهات غاوي فرخ. السلسلة ديت لسه بادئين فيها بإذن الله، هنتكلم فيها عن كل شيء يخص فرخ الحمام وإيه أسرار وخبايا فرخ الحمام، وإزاي تفرخ زغليل بصحة كويسة وبأحجام كويسة وبدون أي مشاكل، وإزاي تفرخ إنتاج مكثف. هنعرف حاجات كتير ان شاء الله في سلسلة الفيديوهات ديت هتعجبك جدا. فحاول ان انت تتابع سلسلة الفيديوهات دي واعمل لايك على الفيديو دوت عشان الفيديو يظهر لكل الناس وياخد حقه. وكمان لو انت لسه مش مشترك في القناة، انزل تحت الفيديو ودوس على كلمة اشتراك ودوس على رسمة الجرس اللي جنبيها، هتفعل جرس الاشعارات وهيجيلك بعد كده اشعار بأي فيديو بينزل على القناة جديد. ولو عايز تتابع سلسلة فيديوهات غاوي فرخ هتدوس على الهاشتاج اللي تحت الفيديو دوت، هاشتاج سلسلة غاوي فرخ، وهتلاقي الفيديوهات اللي موجودة اللي نزلت على القناة كلها بإذن الله. وهنعمل قائمة تشغيل موجودة على القناة وهيتحط فيها سلسلة الفيديوهات دي كلها، وأي فيديو هتعوزه إن شاء الله هتلاقيه في قائمة التشغيل دي. طبعا يا جماعة موضوع الفرخ من أجمل الحاجات اللي احنا بنعملها في تربية الحمام، إن احنا نكون غواة فرخ. إن انت تكون غاوي فرخ ديت يعني انت بتنتج وبتطلع حمام جديد، بتطلع زغليل جديدة، بتشوف ألوان جديدة، بتشوف أنواع جديدة، بتشوف تقليبات جديدة. عندك حمام مستوى ضعيف ممكن تطلع منه مستوى قوي جدا، عندك حمام مستوى متوسط ممكن تطلع برضه منه مستوى قوي. هيطلع معاك الحاجة الحلوة، هيطلع معاك الحاجة الوحشة. فاللي بيعمل الكلام ده كله الغاوي الفريخ. الفريخ ده يا جماعة اللي بيعرف يدخل الذكر دوت على النتاية ديت هيطلعها حاجة كويسة، يعرف يبعد الذكر الوحش عن النتاية الوحشة عشان هيطلعها حاجة مش حلوة خالص. فدي كلها حاجات بتكون في الغاوي الفريخ، يعني لازم تكون بتعرف تفرخ. فان شاء الله هنتعلم الفرخ كله بالتفصيل، وهنعرف ازاي نتجنب الاخطاء وازاي نتجنب المشاكل اللي ممكن تظهر معانا في فرخ الزغاليل. كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات الجزء الاول عن طبعا موضوع بيض الحمام وامتى الحمام بيبيض وازاي البيض بيفقس والكلام ده كله. فقلت حاجه كده باختصار اللي هي موضوع ان النتايه بتبيض اول بيضه وبتفوت يوم، وبعد كده بتبيض البيضه الثانيه، او بتبيض اول بيضه وتفوت يومين وبعد كده بتبيض البيضه الثانيه. فسواء يوم او يومين لو النتايه رقدت على البيض، قلت ان الزغلول الاول هيطلع وهيكون حجمه اكبر من الزغلول الثاني لما الزغلول الثاني يطلع، لان طبعا اول زغلول هيطلع هياكل ويشرب، وطبعا هيكون حجمه بدا ان هو يكبر. عبال ما الزغلول الثاني يطلع هيكون الزغلول الثاني ضعيف جدا والزغلول الاول قوي وقادر ان هو يمد بقه للاهالي عشان الاهالي تاكله اللبن. تمام. فالمشكله ديت نحلها ازاي؟ طبعا يا جماعه المشكله ديت حلها سهل وبسيط جدا، ان هو ان انا مثلا عندي النتايه هنا مثلا، تمام، عندي النتايه مثلا هنا باضت اول بيضه، تمام. فانا هاخد البيض دوت احضنه او اسيبها رقد عليه ايا كان، فهي باضت اول بيضه، انا كده كده اشيل البيضه دي ملهاش لازمه تحتيها، النتايه كده كده مش هترقد عليها، وحتى لو رقدت عليها هترقد عليها هيطلع الزغلول الاول، فما فيش اي افاده من ان هي ترقد على البيضه الاولى. حاجه من الاثنين، لو عندك بيض بلاستيك هتحط لها بيضه بلاستيك تحتيها، طب لو ما عنديش بيض بلاستيك يبقى هسيبها من غير بيض خالص، او اجيب اي بيضه بايظه عندي واحطها تحتيها. نفترض مثلا ان انا ما عنديش بيض بلاستيك وهجيب بيضه قديمه زي كده، تمام، او بيضه انا مش محتاجها، بيضه من حمام تحضين، حمام بلدي، حمام اي نوع، بيضه انا مش محتاجها او بيضه بايظه، بيضه فاسده، اي حاجه، تمام، واروح حاططها تحتيها واعلمها عشان ابقى عارف البيضه اللي انا حاططها عشان ما تجيش تبيض البيضه الثانيه وتتلخبط، انت ما تبقاش عارف انت هتشيل اي واحده وتخلي اي واحده. فنعلم البيضه، خلي مثلا عندك قلم ماركر او حاجه او علامه عليها بلون او باي حاجه، ويحط البيضه تحت النتايه وشيل البيضه بتاعتها اللي هي بيضاها عشان ما ترقدش عليها والبيضه دي تفقس قبل البيضه الثانيه، تمام. النتايه هتفوت يوم او يومين وهتروح بيضه البيضه الثانيه بالطبيعي بتاعها خالص، فاحنا هنشيل البيضه اللي احنا حطيناها، او لو احنا مش حاطين اصلا بيض يبقى هنجيب البيضه بتاعتها ونحطها تحتيها، تمام كده. طيب في الحالة دي ايه اللي هيتم؟ في الحالة دي احنا هنكتب مواعيدنا عادي خالص، ان النتاية باضت البيضتين النهاردة، تمام؟ يعني النهاردة مثلا واحد في الشهر، هكتب النتاية باضت البيضتين يوم واحد في الشهر.
هتفقس البيضتين يوم 19 باذن الله، تمام؟ فباذن الله على يوم 19 او يوم 20 بكتير هنلاقي الاثنين بيفقسوا مع بعض، البيضتين باذن الله هيفقسوا سوا، هيفقسوا في نفس اليوم، تمام؟ يعني الزغلولين هيطلعوا الاثنين بحجم واحد، والاثنين الاهالي هتاكلهم مع بعض، والاثنين هيطلعوا احجامهم كويسه وصحتهم كويسه. طيب لو طلع زغلول الاول وزغلول تاني طلع اصغر منه، ايه اللي بيضرنا في كده؟ الزغلول الصغير هيفضل ان هو يخس ويكمش وريشه ما يبقاش منتظم، يعني هيبدا ان هو يبقى رفيع يخس، وهي جلده هيكرمش كده، تلاقي جلده مكرمش وحصلته على طول فاضيه، ويبدا ان هو يضعف جدا 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 منك، ولو بدا ان هو يكبر شويه هتلاقي الريش بتاعه مقصف ومكسر ومش منتظم. ده لما يكبر هتلاقيه زغلول صغير، تمام؟ انما الزغلول الثاني هيكبر زغلول طبيعي عادي خالص. فهنا بقى المشكله ان انت الزغلول الصغير ده معاك هيفضل طول عمره كده، تمام؟ هيفضل طول عمره زغلول مشقوف، يعني مش هتعرف تاخد منه حتى انتاج كويس لو هو اشتغل معاك، او مش هتعرف لو هي انت تبيض معاك كويس، لو ذكر مش هيعرف يخصب كويس، لو انت غاوي نش مش هتعرف تنشه، لو انت غاوي سباق زاجل مش هتعرف تسابق بيه، هيطلع في الاخر زغلول مقفع، تمام؟ زي ما تتقال بلغه الغواه زغلول مقفع، فمش هيبقى ليه اي لازمه. ففي الغالب انا عن نفسي بستبعد الزغلول ده، يعني ما اعرفش ان هو ياكل ويكبر ويبقى حلو وكويس، بحاول معاه بقدر الامكان سواء ان انا هاكله يدوي اساعده بايدي، او ان انا احطه تحت حمام بياكل كويس، او ان انا احطه مع زغلول من نفس حجمه، تمام؟ لو ما طلعش كويس بستبعده، تمام؟ هو مش هينفع يستمر معايا ويشتغل معايا في سواء فرخ او نش او سباق. فدلوقتي زي ما قلت لك نبدا المشكله نحلها من بدايتها، المشكله من بدايتها من عند البيض، البيض مكان ما الحمام ما بيبيض، وقت ما النتايه ما تبيض البيضه الاولى شيلها، ولما تبيض البيضه الثانيه حط البيضه الاولى. طيب لو حصل ان انا الحمام رقد عندي ومفيش مشكله وطلع الزغلولين مع بعض، بس برضو زغلول طلع حجمه كويس وزغلول طلع حجمه ضعيف، هقول لك ان في الحاله ديت ممكن تشيل الزغلول الكبير من تحت الاهالي وتحط لهم الزغلول الضعيف بس لحد ما ياكلوه، لحد ما ياكل وحصلته تبقى مليانه، سيبه مثلا نص ساعه ولا ساعه، وبعد كده جيب الزغلول الكبير رجعه تاني تحت الاهالي. اللي هيحصل ان الزغلول الصغير كل، الزغلول الكبير بقى كل ما كلش، هو كده كده حجمه كبير. طيب حاجة تانية ان انا ممكن اخد الزغلول الصغير واشوف اي جوز حمام عندي تحتيهم زغلول في نفس الحجم، واخد الزغلول الصغير ده احطه مع الزغلول الصغير ده، واخد الزغلول الكبير احطه مع اي زغلول كبير، او اجيب اي زغلول كبير احطه معاه، يكونوا الاثنين نفس الحجم دول زي بعض، والاثنين دولت نفس الحجم زي بعض، تمام كده؟ ازاي بقى اخلي الحمام اللي عندي دوت يطلع لي زغاليل احجامها كويسه وصحتها كويسه ومتغذيه كويس وبياكلها كويس؟ هقول لك ان احنا بنستخدم طبعا فيتامينات سواء بشري او بيطري، بنستخدم اي حاجه متواجده عندنا بحيث ان احنا نطلع الزغاليل باحجامها كويس. ممكن نستخدم برضو حاجه زي الخمائر، تمام؟ سواء مباشر في البق او على الميه او على الاكل. فالنهارده ان شاء الله هوريكم ازاي بنستخدم الفيتامينات على الميه وعلى الاكل ومباشر في بق الحمام عشان يدينا حمام بصحه كويسه وباحجام كويسه. فطبعا يا جماعه زي ما احنا متفقين ان احنا الحمام اللي تحتيه زغاليل لازم ناكله مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر النهار قبل المغرب. فانا طبعا بطلع الصبح باكل الحمام، وبعد ساعه او ساعتين بشيل المكلف ده بفضيه وبقلبه. طيب لو انا ما بعرفش اطلع تاني بعد ساعه او ساعتين، انا بحط له قدامه كميه الاكل اللي تكفيه لمده الساعه او الساعتين دول، تمام كده؟ كميه الاكل اللي هو ياكلها ويخلصها، ما يفضلش قدامه اكل كتير، حتى لو فضل قدامه شويه يكونوا شويه صغيرين بس ما يكونش قدامه اكل كتير. طيب تاني حاجه ان انا بطلع قبل المغربيه ببدا في ان انا بحط للحمام ده اكل تاني برضو يكفيه لمده ساعه او ساعتين، او ان انا اكله لمده ساعه وبعد كده اشيل الاكل ده افضيه واحط له الطاجن فاضي، تمام؟ الميه طبعا بتفضل قدام الحمام باستمرار 24 ساعه، بنغيرها بس، بنغير الميه ونحط له ميه نظيفه ونخليها قدامه باستمرار. طيب لو انا عايز استخدم فيتامينات بيطري هستخدم ايه؟ وازاي استخدمها مباشر او على الميه او على الاكل؟ ولو عايز استخدم فيتامينات بشري استخدم ايه؟ وازاي استخدمها مباشر او على الميه او على الاكل؟ هقول لك ان اول حاجه لو احنا هنستخدم بيطري، انا عن نفسي بستخدم حاجه اسمها جروفيت بيطري. جروفيت دوت انا بريح دماغي وبعبيه في قطرات زي كده وبنقط منه مباشر في بق الحمام. فلو انا عايز استخدم مباشر في بق الحمام يبقى همسك الدكر والنتايه هدي كل واحد في بقه خمس نقط. طب الخمس نقط قد ايه؟ الخمس نقط دولت ربع سنتي، يعني لو انت عايز تدي الدكر او النتايه في بقه هتدي كل واحد ربع سنتي في بقه. طيب لو انا عايز احط على الميه هحط قد ايه؟ ممكن احط 20 نقطه على المسقه الميه اللي زي دي، تمام؟
ممكن احط على المسقه ديت 20 نقطه بالقطاره، او ان انا احط عليها سنتي وابوشه كويس، تمام كده، وده هيشرب الحمام مفيش مشكله. طيب الطريقه الثالثه، وان هي ان احنا نستخدم الفيتامينات على الاكل عشان الحمام ياكل ويستفيد من الفيتامينات ديت، وما تضيعش مثلا في الميه، بحيث ان الميه بتكون كميه كبيره والحمام ما بيشربهاش كلها، فالفيتامينات اللي احنا نحطها على الميه دي الحمام مش هيستفاد منها كلها. هقول لك ان احنا ممكن على الاكل مفيش مشكله برضو، هنجيب شويه كلفه اللي احنا ناكلهم، مثلا انا هاكل جوز، جوزين، ثلاثه، اربعه، اشوف انا هاكل كام جوز حمام، وهجيب الاكل دوت واحط عليه الفيتامينات بنفسي، تمام كده يا جماعه. انا هجيب كميه الاكل مثلا في جالون زي ده، تمام. انا عندي ده الجروفيت اللي انا بستخدمه، ده بيتباع طبعا باللتر، اللتر منه حوالي 350 جنيه تقريبا او 400 جنيه، طبعا بيتباع بالسنتي، السنتي تقريبا في حدود ال 50 قرش او ال 75 قرش، يعني نص جنيه او 75 قرش او جنيه، تمام كده، ممكن من نص جنيه لجنيه السنتي. طيب انا لو عايز استخدم على الاكل للحمام هستخدمه ازاي؟ هقول لك ان انا مثلا ممكن اخد سنتي من الجروفيت دوت على السرنجه، سنتي في السرنجه من الجروفيت، وهفضيه مثلا على شويه الاكل دول، تمام، اللي هي الكميه اللي انا هاكل منها مثلا جوزين حمام، كميه تاكل جوزين حمام وافضي عليهم سنتي واخلطه كويس بالشكل ده، وابدا في ان انا احط منه في المكالف للحمام ياكل منها، تمام، وهبدا في ان انا احط في المكالف على طول للحمام بالشكل ده. تمام كده يا جماعه، هنلاقي ان الحمام بدا ان هو يروح ياكل، طبعا الفرد اللي رايح على البيض ممكن يقوم وممكن ما يقومش، فدي مش مشكله، تمام. تمام كده يا جماعه، فدي الطريقه اللي بنستخدم بيها الفيتامين بيطري اللي هو الجروفيت بيطري. طيب لو انا عايز استخدم حاجه بشري وموجوده متوفره وقويه جدا استخدم ايه؟ هقول لك ممكن نستخدم الفيتا ماكس. فيتا ماكس، طبعا الفيتا ماكس في فيديو ليه على القناه شرح كامل مفصل عن الفيتا ماكس وكل فوائده للحمام. طبعا بيجي كبسولات بالشكل ده يا جماعه، تمام، كبسولات جيلاتينيه، هنلاقي الكبسوله بالشكل ده، تمام كده. طيب لو انا عايز استخدم الفيتا ماكس ده على الكلفه استخدمه ازاي، ولو عايز استخدمه على الميه استخدمه ازاي، ولو عايز استخدمه مباشر استخدمه ازاي؟ هقول لك ان انت لو عايز تستخدم الفيتا ماكس ده على الكلفه هتفتح الكبسوله كده وهتفضيها على كميه الكلفه اللي تكفي جوزين حمام، تمام، يعني نفس كميه الكلفه اللي انا حطيتها في الجالون اللي هنا عشان اكل منها جوزين حمام هفضي عليها الكبسوله وهخلطها كويس، وممكن مثلا ايه 2 سم ميه ولا حاجه بالسرنجه وافضيهم على الكلفه عشان اسهل عمليه الخلط للكبسوله ديت مع الكلفه، تمام. طيب لو انا عايز استخدم الكبسوله ديت على الميه هستخدمها ازاي؟ هفتح الكبسوله وافضي نص الكبسوله على كل مسقه ميه، يعني افضي نصها على المسقه دي وافضي نصها على المسقه الثانيه اللي فوق، تمام كده؟ طب لو عايز استخدم الكبسوله دي مباشر في بق الحمام هستخدمها ازاي؟ هقول لك ان احنا هنفتح الكبسوله كده بالمقص، تمام؟ بالشكل ده فتحنا بالمقص قطعنا منها حته، وهنيجي جوه السرنجه نشيل الظهر بتاع السرنجه ده كده وهنفضي الماده اللي جوه الكبسوله دي، تمام، جوه السرنجه بالشكل ده، تمام كده يا جماعه اهو، وهنركب الظهر بتاع الكبسوله ده تاني كده وهنسحب شويه ميه في السرنجه. هنبدا ان احنا بقى نرج السرنجه كده بالكبسوله اللي جواها لحد ما تبوش الماده اللي هي الفيتامينات اللي جوه الكبسوله دي، تمام كده. بعد ما بوشناها بالشكل ده كده يا جماعه هنبدا في ان احنا ندي كل فرد حمام في بقه من السرنجه ديت، مثلا احنا حطيناها على 4 سم ميه هندي كل فرد حمام في بقه سنتي، تمام كده، يبقى الكبسوله الواحده تكفي 4 حمامات، او ان احنا نفضيها زي ما قلنا على مسقتين ميه، او نفضي الكبسوله ديت على لتر ميه ونملى بينها برضو المسقتين هي هي، وباذن الله هتلاقي ان الحمام صحته كويسه جدا جدا معاك، سواء الاهالي سواء الزغاليل، الزغاليل هتطلع احجامها كويسه، هتطلع بصحه كويسه بدون امراض، هتطلع مناعتها كويسه جدا، وان شاء الله طريقه مجربه وشغال بيها من زمان جدا، سواء الفيتامينات البشري او البيطري، استخدم اللي موجود بالنسبه لك او المتوفر المتاح بالنسبه لك، وان شاء الله نكون استفدنا من الفيديو ده. وما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو جديد، كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.